سلام الغزالات، اميراتي الفنات اللي منورين ليا الحياه. نتمنى الناس تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كي تنسى مع شهرزاد. اليوم الغزالات غتكون معنا قصه وجديد ديال واحد القصه. المهم ما غنزيدش نطول عليكم وندخلوا مباشره في القصه الاولى ديالنا. معكم نشأت وحكايتي بدات النهار اللي الصغيره في ولادي كاملين دارت 15 عام. دخلت المراهقه البنات. انا في الاول ما تسوقتش وقلت عادي، حيت البنت كانت باغا غير تلبس وتخرج، كانت باغا تماكي. هذا هو المشكل الكبير اللي كان عندي. خوتها كانوا قباح وباها كان قباح منهم، وانا قبل منها كانوا عندي البنات وكلهم كانوا داخلين سوق راسهم. الناس العائله والحومه كاملين كانوا كيحسدوني على ولادي. ولادي كاملين بيهم كانوا كيقراو مزيان وكانوا داخلين سوق راسهم، ما عمرنا سمعنا عليهم شي حاجه خايبه. المهم البنت فاش خرجت ليا هكا قلت معليش، وكنت كنغمض عينيا مره نغوت ومره نعاير ومره نهددها بخوتها. البنت في الاول كانت كتخاف وكانت كدير بحسابي، ما كانتش نهائيا كدير هذاك الشيء في الدار. كانت بعرا مره فاش كتجي من المدرسه كنلقى عينيها مكحلين، كنهضر ونغوت وكنقولها بنتي بنتي عرفتي لا تلاقى معاك خوك وانتي ماكيه، غادي يحيد لك وجهك من راسك. كتقول يا ماما وعلى مالي شنو درت، انت ما كتشوفيش البنات اشنو كيديروا، انا هاد شويه اللي كندير راه ماشي شي حاجه كثيره، وزيدوا نتوما اللي معقدين. هذه هي الهضره اللي كانت كتقول ليا. المهم بقيت صابره ومغمضه عينيا، كنحاول ندير ليها عقلها ونقول لها يا بنيتي راه مازال ما عارفاش الزمان، مازال ما عارفاش خوتك كيفاش دايرين. يا بنيتي هادشي اللي كديري فيه راه ما هواش، حتى النهار اللي غادي يحصلها خوها وغيلقاها لابسه واحد الصايمينيه، وحنا المينيات ما كانوش كيدوروا عندنا في الدار. وجاها حرفيا مزوقه فحال الطريجه، وكانت راكبه فوق من السنتروا مع واحد البروش. خوها كيف شافها في الاول ما تيقش راسو، وكان كيقول ما يمكنش تكون هادي اختي. جعر وما قدرش يسيطر على راسو، كان مشاو تلاح عليها وسلخها في الزنقه وجرها من تما حتى دخلها عليا للدار. انا كيف شفت البنت مخلط ليها وجهها، عرفت داك الكحل نازل من عينيها والدموع، انا تخلعت وقلت على الله هاد المسخوط فين حصلها. شديت بنتي وقلت لها اشنو كاين. البنت كانت عاطيها غير البكا، وخوها كان دخل وجبد واحد الكابلي ديال التلفازه وقال لي اليوم بيا ولا بها. هي تحمس من مورا ظهري وكتقول لي العار مامتي لما قول لي عطيني التيقار. المهم كنت فكيتها منه غير بالزز ودخلتها لبيتي وسديتها ليا، وخرجت عند ولدي وقلت له ياك لاباس اشنو واقع. ولدي تما كان عاود ليا داكشي اللي شاف بعينيه وقال لي امي بنتك غادي تشوهنا، بنتك ما بغاش تجيبها للبر، بنتك مازال ما بغاش تحشم. قلت له ولدي الله يسهل عليك ما يكون غير الخير، صافي غير سير انا غندوي معاها بالزز باش فكيتها منه هذيك النهار. المهم ولدي كان خرج وانا كنت دخلت عندها البيت وبديت كنغوت وننتف ونقرص وكنقولها حرام عليك، انا شنو درت لك بنتي؟ علاش ديري فيها هكا؟ اشنو خاصك؟ اشنو هو المشكل؟ علاش راكبه مع البرهوش في السونطروا؟ قالت لي احقا محقا انا غير بغيت نجرب الركبه ديال الموتور، وهذاك الدري راه ما كنعرفوش بزاف، هو صاحب صاحبتي. انا تما بديت كندف حناكي وقلت لها الولد ما كتعرفيش راكبه معاه في الموتور، وانت اش داك كاع تجربي هاد الزمرت الموتور ولا تجربي الركبه ديالو؟ واش لا ما جربتي السونطروا؟ قالت لي ولا ملا نتوما خانقيني وانتوما دايرين ليا. قلت لها كيفاش حنا خانقينك؟ واش تي بوحدك البنيه؟ قلت لها راه ياك عندك جوج خواتات كبر منك، عمرك شتي فيهم شي حاجه؟ قالت لي هذوك غير معقدات، وزيدوا انا باغا نعيش حياتي وباغا ندوز المراهقه ديالي والشباب ديالي. ايوا انا تما مشيت كنطير، هزيت الصنداره 37 في يديا وبديت عليها، هذه تنفع وهذه تضر، هذه تنفع وهذه تضر، هذه تنفع وهذه تضر، حتى زوقت ليها لحمها كامل. المهم البنت عيات ما تبكي وقالت لي انتم قاهريني في حياتي، ما قاهريني في حياتي. المهم سلختها مزيان كندخلت البيت وزدت عليها، وانا بديت كنستغفر الله وليت كل اللي كنترعد. هذيك الساعه كانت عندي بنتي كبيره مزوجه، عيط ليها وعاودت لها كاع هذاك الشيء وقالت لي ماما امتي رخفي على راسك حيت انا البنات عندي طونسيون. صافي هي هذيك ما بقيتش عارفه كيفاش نتصرف. خوها جا في العشيه وحلف بيمانه وقال لي شوفي يا امي هاد البنت الا عربه الا عتبات برا الدار انا ماشي راجل ونسايني. قال لي حتى من المدرسه ما بقى عندها ما دير بها. قلت له ولدي الله يهديك البنت كتقرا مزيان ما شاء الله، علاش غنجلسوها؟ قال لي شوفي انا بالنسبه لي اللهم ما تجلس ولا تجيبي لنا شي فضيحه ولا شي شوها. قال لي انا هاد البنت عندك راه كطير ودائما كانت برا منها. وفعلا انا بنتي كانت كطير طير، يعني وحده اللي مشيه ديالها في شكل، الوقفه ديالها في شكل، اصلا هي كبرات بلا وقت. انا ما عرفش بنتي امتى ولات عزبه، وكانت طفله غير البارح. المهم بقينا جالسين البنات، اليوم غدا اليوم غدا، تدس تقريبا واحد الربع ايام.
خوتو الاخرين يعني ولادي كانوا كيسولوا كيقولوا مال هادي ما كتمشيش للمدرسه اشنو واقع. انا كنت حلفت على ولدي وقلت ليه والله تقول لهم شي حاجه تنتفاهم معاك خلي هادشي بيناتنا. المهم كنت طلبت وزاوقت وقلت له العار صافي غمض عينيك البنت ما عمرها ما غتعاود. وحتى البنت كانت عاطيه غير اللبكة وكتقول لي صافي يا ماما نتوما درتوا لي الحبس انا باغا نقرا انا باغا ندير المستقبل. المهم دخلتني من داكشي ديال القرايه شفت حتى هيت وقلت لها سيري لمدرستك. المهم البنت مشات وجدت طريق معايا شي يامات ومن بعد غادي نحصلها كتهضر في التليفون مع الدراري. المهم النهار اللي غادي نشوف واحد الميساج تخلعت من الهضره اللي فيه كنت شديت بنتي وشنقت عليها وقلت لهاش هذا الشيء. قالت لي والله ماما ما كاينه حاجه ورا غير كنهضر ورا هادي ودار والله ما كنعرفو والله ما تلاقيش معاه ما تلاقيش معاه. قلت لها ما يمكنش تكوني ما تلاقيتيش معاه وكيهضر معاك بهذا الاسلوب يعني اسلوب ديال شي واحد ماشي مع شي وحده للدار. قالت لي والله ماما ما دويت معاه والله ماما ما تكلمت معاه. المهم قدامي قلت لها دابا غتعيطي ليه وغادي تقولي ليه هذيك النهار فاش تلاقينا باش نشوف زعما اشنو غادي يقول ليها. المهم دوات معاه وقالت له ديك النهار فاش تلاقينا قال لها امتى ما عمرك ما تلاقيتي معايا قول لها وشكون هذا اللي تلاقيتي معاه. وكانت قطعات هذيك الساعه وقالت لي شتي يا ماما والله ما داويه معاه. هذيك الساعه كنت شديت الصنداله وبديت كنضربها عاوتاني وكنت تلاقي معاه ولا ما تلاقيش معاه اجداك تهضري معاه واجداك توصلوا في الهضره لهذا المواصل. قلت لها انا اللي مرا والده سبعه ما عمرني هضرت مع باك بهالطريقه. تخيلوا بقات كتشوف فيا كتطلع وكتنزل مدواس ما تكلمات. المهم هي هاديك داس هادي من موراها عاوتاني بقيت كنشوف بزاف د التصرفات اللي ما عاجبينيش لا لباسها كان كيعجبني لا طريقه ديال المكياج ديالها كلشي البنات كلشي. كانت فاش كنهضر كتقول لي انت قديمه وانت ما تحسيش بيا وانت هي بلديه وفاش مثلا كنخرج باش نكسيها اي حاجه حطيت عليها يدي ما كتعجبهاش كانت كتمشي ليا غير السراول المشرقين كتمشي غير لهداك الشيء اللي انا ما كنتش كنحملو. المهم فاش كندوي مع خواتها تابجوج وكانت شكا عليهم اختها اللي ديك الساعه كانت باقا بلا زواج ولكن كانت باقا لها وكانت ساكنه في مدينه وحده اخرى خدامه. كانت كتقول لي مهمتي رخفي ما تعصبيش دابا دير عقلها بنتي الاخرى اللي مزوجه حتى هي كانت كتصبرني اما الدراري هذوك ما كانش يمكن لي انني نهضر معاهم بربعه بهم كانوا عكسيين وربعه بهم ما كانوش كيتفاهموا في هاد المسائل. المهم البنات بقينا جارين انا كنحاول انني نستر على بنتي حتى النهار اللي عاوتاني غيحصلها خوها من غير خوها دير هذيك النهار. وهاد خوها بالضبط ما كانش نهائيا كيتفاك وكان هو المعكز عندي في الدار. المهم فاش صح فاش حصلها كان صلخات ديال بصح وكان جا للدار وعيط على باها وقالها ليه وباها كان توجتها وجزرها بالعصا ومن تما وحنا في الصداع والمشاكل من تما حلفوا عليها حلفه قطعيه انها ما عمرها ما زالت تمشي للمدرسه وغادي تجلس في الدار وقالوا لي غادي تحضيها وقالوا لي انني انا اللي مزعماها. قلت لهم الله يهديكم اش كتقولوا. قالوا لي لا انت في خبارك هادشي كامل وساكته. قلت لهم انا ما في خباريش وما ساكتاش ولكن راه البنت ها حنا جلسناها اشنو غنقضيو. المهم قالوا لك لا صافي البنت غادي تجلس. هذوك اليامات كاملين كانت البنت كتاكل غير الدق. انا ما نقولش لكم ما بقاتش فيا بنتي هاديك وكنت خايفاهم غير اللي يقتلوها. المهم بقينا جارين البنت عطيها غير البكا من مورا سيمانه الدراري كانوا نساو واحد شويه والبنت كانت شاده تيقارها. المهم بقينا هكاك فديك المده البنت ما كتهضر ما كتكلم حتى من التليفون كانوا محيدينو ليها. انا ما كانش كتجبد معايا الموضوع لا ديال الخروج لا ديال المدرسه وغادي يدوز ايام حتى غيكمل شهر. تما البنت غتجي عندي وغتقول لي ماما بديت كنقنط ماما حقا بغيت نقرا ماما غتضيعوا لي مستقبلي ماما ندمت ماما ما ندمت. هذاك دوي ليا مع با ومع خوتي ايوا هزيت راسي كيف الحماره ومشيت عند باها ودويت معاه وقلت له عافاك خلي البنت تكمل قرايتها. ايوا السيد كيف جبدت معاه الموضوع بدا كيغوت وقال لي هاد الهضره اللي ما تقوليهاش ليا البنت غادي تجلس في حالاتها وما عنديش حاجه سميتها قناط ولا باغا نقرا. قال لي انا ديك القرايه ديالها ما عندي ما ندير بها ولا قرات كاع زعما اشنو غدير ليا. قال لي اسمعيني الله يرحم باك بلا ما تصدعي لي راسي وصدي عليا هاد الموال. المهم من غير الصداع اللي جبدات هي ولات انا مجبود ليا الصداع ولا راجلي كيقول لي كتزعميها وعاجباك وولادها ولادي كيقولوا لي انت اللي دسرتيها وانت اللي بقيتي عليها بالفشوش وحقها هي صغيره وحيت هي كانت صغيره عندي في الدراري كاملين احق انت اللي فششتيها احق انت اللي خرجتي عليها احق انت اللي دايره ليها خاطرها احق انت اللي كنتي تسلفي من هنايا وتستقرمي من هنايا باش تمشي تكسيها. وانا هذا الشيء كامل كنت كندير باش هذيك البنت ما تضيعش ما كنتش بغيت مثلا تكون كتحس بالاحتياج ياج لواحد الحاجه ودير شي حاجه خايبه على ود الفلوس ولا ود اي حاجه. كنت كندير المستحيل البنات كندير المستحيل. كانوا الناس كيكسيو مره في شهرين مره في 3 شهور مره في العيد انا راه كل شويه كنخرج مره نشري ليها
ليها تجين، مره نشري ليها تريكو. الفلوس كنت كندور معاها كنحيد من فلوس المصروف وكنعطيها. ما هذيك البنت ما نقص عليها والو، ولكن هي اللي فيها مهناها. كانت جات المراهقه صعيبه بزاف. المهمه البنات بقينا جارين هكا حتى سالا هذاك العام وبدا الموسم الدراسي. هنا خباتاتها دواو وانا حتى انايا كنت دويت وقلت لهم حرام عليكم هادشي اللي كديروا في هاد البنت. هانتوما شفتوها هاد المده كامله ما خرجات ما درجات، كانت غير في الدار ولا خرجات كتخرج معايا ولا كتخرج معاكم. قلت لهم صافي نعلو الشيطان وخليو البنت تدخل المدرسه. ايوا خوت حتى هما جاو وقالوا لي شوف، وقالوا ليهم زعما نعلو الشيطان صافي والله يجعل البركه والبنت راها تربات. وفعلا البنت كانت كتبان انها دخلات سوق راسها. المهم هي هذيك الخوت شافوا حتى هي وقالوا لي واخا ردوها للمدرسه. البنت بدات كتقرا ما جات فين تكمل البنات السيمانه الاولى اللي مشات فيها حتى جاتني انا تبرقيقه. المهم كنت شديت بنتي وملخصها عصا وقلت لها هادي باش تعلمي ديري شي حاجه خايبه. قلت لها واش انايا بغا تردي ليا الصداع؟ واش باغا تطلقيني من راجلي؟ واش شي ما حشمتيش؟ راه انا اللي قلت ليه ردك للمدرسه. المهم البنت بدات كطلب وتزاوق وتقول لي ماما صافي والله ما نبقى نعاود، وهذاك راه غير ولد القاسم. وكنت واقفه مع احدى المدرسه قلت لها ما تقولي لا ولد القاسم لا حتى زفته، ولد القاسم في القاسم قدام المدرسه ما توقفي مع حتى شي واحد. الله يسهل عليك ما قد على مشاكل وما قد على صداع. ايوا السيده باسني وعنقاتني وقالت لي ماما والله ما نعاود وانا ما انا. مهم من هنا ومن لهي شفت حتى عييت غمضت عينيا وسكت وقلت لها شوفي هذه هي الاخرى عليك. ايوا السيده شدات الطريق وكنت انا كلبس جلابتي ونتبعها. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار اللي عاوتاني غادي تحصل، وهاد المره غادي يشوفها خوها الاولى اللي خوها الاول اللي كنحصلها. المهم عاوتاني ملخها عصا وهاد المره جاو قال لي كنقسم فمي بالله وهاد البنت تخرج من الدار يحتى نتفاهم معاكم. المهم داز هذاك النهار جاو خوته في العشيه وهو دوا معاهم في التليفون اللي كيجي كيضربها حتى البنت كانت غادي تموت هذاك النهار. ايوا تخيلوا معايا انا هذاك الصراع اللي كنت عايشه، المشاكل والصداع، هادشي مضارب مع شي، كلشي ملصقينو فيا انا. كيقول لي انت سبابها، انت اللي كتستري عليها، انت اللي كتحني فيها، انت اللي هادي. قلت لهم دابا انا بغيت غنعرف هاد البنت اشنو غادي ندير ليها؟ واش نقتلها؟ واش نجري عليها من الدار؟ راه هادشي اللي عطا الله بنتنا هادي، ما عندنا ما نديرو ليها. المهم با حتى هو جا وقزرها عصا هذاك النهار. المهم البنت ما نعسات حتى كلاتها في جنابها ديال بصح، وعلى هي حشمات واللي فيها مهناها. المهم هي هادي كانوا عاوتاني حيدوا ليها التليفون، كانوا حيد قالوا لي ما تبقاش نهائيا تخرج من الدار، ولو يخرجوا بيعيطوا عليا ويقولوا لي فينا هي شنو كدير. المهم ولو رادي ليها البال. ارى لكم البنت في ذاك الوقت كانت خلاتهم كاملين وكتجي لي انا وتقول لي لا نتوما حابسيني وانا غنتحار الناس كاملين كيخرجوا ماكم دايرين ليا هاد الحبس، نتوما ما نعرف ما باغينش ليا مصلحتي، نتوما ما بغيتونيش نقرا، الله ينعلبوا الخوت. مهم السيده جعرات وكانت دائما كتهددني وكتقول لي غنخرج من الدار ما غتبقاوش تعرفوني حتى فين مشيت. وبقينا هكاك سيمانه ما كاملاش حتى لواحد النهار انا كنت كنوض مع راجلي كنوجد لي الفطور ومن بعد كنرجع نعس حتى الجوايه 11 10 عاد كنفيق. المهم نط كيف العاده هذاك النهار وجدت الفطور السيد خرج مشيت تخشيت بلاصتي وتكيت. ايوا في هذاك الوقت اللي انا تكيت هي استغلت الفرصه ناضت لبست حوايجها وجمعت ساكها في حوايجها كاملين ومشات وهزت شي فلوس ديال خوها وخرجت خلفها مع الباب. انا ما سقتش ليها الخبار وكنت ناعسه حتى كنسمع الغوات. انا نطافجه ما عارفهش بالضبط اشنو واقع. كنلقى خوها شادها من شعرها ومدخلها. اشنو كاين واشنو كاين؟ قال لي بنتك بغات تهرب وما غيتلاقى معاها غير صاحبه، وصاحبه غيشدها وغيجي هو كيجري وغيهزونا هادشي كامل ناعسه. المهم قال لي متفقه معاها ما متفقه معاها. قلت له واش انا غنتفق مع بنتي باش تهرب؟ ايوا شدها يا البنات وعلقها وعيط لخوها الكبير وجا ديك الساعه كيجري. المهم العصا اللي وكلوها هذيك النهار حتى صافي حرفيا البنت كانت غادي تموت. البنت كتقول لهم انا والله ما نبقى في هاد الدار، انا صافي تخنقت انا عييت وعطيها غير البكا. المهم البنات عييت ما نفرق فيهم، انا طلع لي السكار. الراجل اش غنقول لكم علاقتي معاه من مورا هاد المشاكل كامله تزفتات. السيد ولا كيدخل كياكل وكينعس ما كيهضر ما كيتكلم، ويلا هضر كيقول لي وهادي اخر تربيتك. ما شافش هذوك السته ديال الدراري اللي ربيت، السته الدراري اللي تبارك الله كاملين قراو، السته الدراري اللي حتى شي واحد فيهم ما مدمن، حتى شي واحد فيهم ما دار شي حاجه خايبه. عندي كيف ما قلت لكم جوج بنات من غيرها، وحده راه مزوجه تبارك الله في دارها، والثانيه راه خدامه في مدينه اخرى وخوتها كيتيقوا فيها وما عمرهم دواو معاها ولا تكلموا. النهار اللي جاتها الخدمه قالوا ليها اللهم يسر، ولو جاتها الخدمه حتى في امريكان ما غيهضروا ما غيتكلموا. انا ولادي ماشي من النوع اللي غنقول لكم زعما
كيزيروا ولا، ولكن ما كيبغوش يشوفوا الغلط. هاد البنت انا نشهد فيها، وهكا الطير منين كانت مازال صغيره، كانت في شكل ما عمر شي واحد في ولادي ما كان في حالها. ايوا من ديك الساعه الى يومنا الان وحنا عايشين في المشاكل. من ديك الساعه ولا كلشي يدخل بالساروت ويخرج بالساروت، وكلشي رد معاها البال. كيقولوا لي انايا غير امتى تكبر، والبنت وحلفات لا هي بغات تكبر، البنت غاديه وكتفقد عقلها. المهم انايا حين صقعه مره مره كنحن فيها، غير مؤخرا كانت قالت لي انا قناط وانا ما عندي لا تليفون لا والو، وحنا التلفازه عندنا فيها سمارت تي في، فيها يوتيوب، فيها كلشي. كتقولوا لها خوتها زعما تفرجي في التلفازه اي حاجه بغيتيها، ولكن باش شدي التليفون وتبقاي تكونيكتاي وتهضري مع الدراري داكشي اللي هربنا منه في الزنقه غيكون عندك في الدار. ايوا جات عندي وقالت لي لا ماما وانا كنبغي الانستغرام وانا ما نعرف وانا ما نعرف. المهم غمضت عينيا وقلت معليش، كنت كنخلي خوتها حتى كيخرجوا، وكنمد ليها التليفون ديالي وكنقول لها هاك يا لالا. ما داش بزاف حتى غتجي اختها اللي خدامه في بلاصه اخرى، جات جلست معنا واحد اليومين، قلبت التليفون كتلقى فيه العجب العجاب، والسيده ما خلات حتى شي واحد ما داويش معاه. والمشكل الا مشى حتى باها حصل هذاك الشيء، انا اللي غناكل العصا، لان غيقول لي انت اللي عطيها التليفون وانت اللي مزعماها. انا ما عرفتش هاد الكبده اشنو غندير ليها. البنت كتبقى فيا، البنت عطيها غير البكا، كتقول لي شوفي امي انا غادي نخرج من هاد الدار، ما عمركم مازال تشوفوكم مارسي. انا كنقول غير امتى دير عقلها، ما عرفتش البنات ما عرفتش. اليوم اللي كنعاود لكم راه البنت مازال ما كملاتش حتى 18 عام، عرفتوا البنت باقا ما عندهاش العقل نهائيا، باقا غير كتغوت، كتشد معايا الطريق واحد السيمانه واحد النهار كتنوض جدب وتقول لي البنات خارجات، البنات دايرات، البنات فاعلات، وانا جالسه في الدار وانا حابسيني وانا وانا وانا. وبالنسبه اللي غيقول لي ما كتخليوهاش تخرج، لا راه كتخرج معايا فاش كنكون خارجه انا، ولا كتخرج فاش كنكونوا خارجين كاملين الدار، يعني ماشي ما كتخرجش نهائيا، ولكن باش تخرج بوحدها ممنوع منعا باتا انها تخرج. انا اليوم تلفت ما عرفتش كيفاش نتعامل معاها، عايشه في واحد الضغوطات اللي انا السن ديالي ما كيسمحش ليا بهم. الاولاد يغوتوا، الراجل يغوت، بعد الراجل قلت لكم من النهار اللي وقعنا في هذه المشاكل وهو باقي الغوات، وباقي كيقول لي انت اللي ما ربيتيش، انت اللي ما درتيش، انت اللي ما فعلتيش. دابا انا كنبغي حتى نحن فيها، هي ما كتعطينيش فرصه. فين ما كنحن فيها وكندير معاها مثلا شي حاجه اللي مزيانه كتردها ليا بومزوي. دائما 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 البنات انا تلفت وما عرفت ما ندير. الغزالات ديالي هنا سالت القصه ديالنا. كيف العاده ما تنساوش تخليو الاراء والتعليق ديالكم صاحبه القصه، وما تنساونيش طبعا من التعاليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى ليا الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.